بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهي عن الصلاة بالهاجرة. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع الإمام مالك رحمه الله في موطئه في كتاب الوقوت. قرأ الشيخ الآن باب الذي هو باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. اختلفت نسخ الموطأ في هذا الباب، فإن جميع الرواة ما عدا رواية يحيى التي معنا في هذا الباب جاءوا بباب آخر سماه مالك باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ثم بعد هذا الباب جاء باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. إلا أن باب النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح سقط في رواية يحيى التي معنا، فلهذا استدركه المصنف يحيى في آخر كتاب الصلاة. ولكن جميع الرواة الباب الذي هو باب النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ذكروه في هذا المكان. لهذا نجد أن الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار رجح رواية الجمهور وقال هنا سقط عند رحية، فشرح الموطأ على قول الجمهور وقدم باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في هذا المكان. وبما أن الإمام يحيى رحمة الله عليه استدرك الباب وذكره في آخر كتاب الصلاة، فإننا نرجئ الكلام على ذلك في حينه، ونتكلم الآن على ترتيب الإمام يحيى في روايته. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. نعم، قال الإمام مالك رحمه الله: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. لما وقت الإمام مالك جميع الأوقات وذكرها وفصل فيها وذكر الاستثناء كصلاة المغمى وصلاة النائم، جاء إلى أن ينبهنا إلى وقت استثنته السنة للضرورة، ولما عمت به البلوى جاء التخفيف من طرف الشارع فيها، فقال: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. تكلم معنا شرح لفظ الهاجرة، وقلنا أنها من الهجر وبمعنى الترك، وهي يقصد بها صلاة الظهر. وهذا الكلام هل هي صلاة الظهر أو غيرها سوف يبينها مالك رحمة الله عليه في ثنايا الأحاديث التي وردت في ذلك. فكأن مالك يقول: سأبين لك في هذا الباب أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشعرة بالنهي عن الصلاة في هذا الوقت. فبقيت معنا الصلاة وقول مالك النهي، فهذا نرجئه إلى آخر الباب حتى يتضح لنا ذلك. فقال مالك: مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. طيب، هنا في هذا الباب
ساق الإمام مالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة. وساقه من رواية عطاء هنا وهي مرسلة، وثم أتبعه بروايتين اثنين من حديث أبي هريرة. فساق أولا الرواية المرسلة ثم أتبعها بالرواية المسندة. طيب، هنا يأتينا سؤال: لماذا قدم الإمام مالك رواية عطاء رغم أنها مرسلة، وأخر رواية أبي هريرة رغم أنها مسندة؟ الذي يقوله الشراح: هذا دليل على أن الإمام مالك لم يكن يفرق بين الحديث المرسل والحديث المتصل، وقلنا وهو مذهب جماهير الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاث ما عدا مذهب الإمام الشافعي، على أنه يحتج بالحديث المرسل كالاحتجاج بالحديث المسند، وتكلمنا على هذه المسألة من قبل. فلهذا مالك لما استوى عنده الحديث المرسل والحديث المسند قدم رواية عطاء، ولا يضرها رواية عطاء هنا الإرسال، لأنها ثبتت من حديث أبي هريرة وهي مرسلة مسندة، وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمر. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. طيب، في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا كان كذلك فلا بد علينا أننا نبرد بالصلاة. وفي هذا الحديث تأتينا أسئلة الإجابة عليها يتضح بها فهم هذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فسكت وقال: الصلاة عامة، ولم يبين أي صلاة. ثم قال: أبردوا، الأمر هنا ماذا يقتضي؟ ثم قال: من فيح جهنم عياذا بالله. طيب، هل هذا حقيقة أو مجازا؟ كل هذه الأسئلة سنشرحها في ضمن أو نجيب عليها في ضمن شرح هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. الإبراد هو أن يؤخر بالصلاة إلى أن ينكسر وهج الحر، وهذه تسمى سنة الإبراد، وهي تأخير الصلاة عن أول وقتها. يوجد تشعبات كثيرة، فنبدأها تدريجا حتى نصل إلى الشيء الذي استقر عليه. هذا الحديث الذي نص على الإبراد، فهل سنة الإبراد سنة قائمة أو ليست بقائمة، أو هل يقال بها أو لا يقال بها؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. فقال جمهور الفقهاء: يسن الإبراد بالصلاة. قال جمهور العلماء: إن الإبراد بالصلاة مشروع. وقال طائفة من العلماء: لا يسن ولا يشرع الإبراد بالصلاة. فهذا أول خلاف. أول خلاف عندنا: هل هذه سنة قائمة أم لا؟ طيب، الجمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين على أنه يسن ويشرع الإبراد. طيب، ما هو دليلهم؟ دليلهم هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مالك في هذا الباب. طيب، الذين قالوا لا يسن الإبراد ولا يشرع، ما هو دليلهم في ذلك؟ قالوا: وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث جابر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. وجاء في صحيح مسلم من حديث خباب أنه قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: كنا نصلي الضهائر مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسجد على ثيابنا لشدة الحر. فلما جاءتنا هذه الأحاديث وكلها صحيحة، جاء ظاهرها التعارض. فبعض الفقهاء وطائفة من العلماء مالوا إلى أن الأصل أن تصلى الصلاة في أول وقتها لهذه الأدلة التي سقناها. طيب، فقلنا لهم: طيب، ماذا تفعلون بهذه الأحاديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. قالوا: نؤول لفظة أبردوا، فإن أبردوا تقول العرب أبرد النهار وهو أول النهار، لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين، يعني أول الصلاتين.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة يعني عجلوا بالصلاة وصلوها في أول الوقت. فإذا حملنا هذه الأحاديث على أن لفظة الإبراد من التعجيل وهي إيقاعها في أول الوقت اتحدت معنا الأدلة والأحاديث ولم يكن هناك تعارض. واضح هذا المسلك؟ هذا مسلك الذي صار إليه بعض الفقهاء، لكن الذي عليه الجمهور على أن الإبراد سنة وهو مشروع. وقالوا إن تأويل لفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا هذا فيه ركاكة لغة ولا يستقيم مع آخر الحديث، فإن الحديث علل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا. طيب إذا قال الإبراد الأصل فيه أن يكون التأخير لأن شدة الحر تكون في أول الوقت ولا تكون في آخره، هذا أولا. ثانيا نجد أن الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخر، ثم أراد أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأخر، ثم في المرة الثالثة قال إن شدة الحر من فيح جهنم. فهذا دليل واضح على أن المقصود بأبرد أنه يقصد بها آخر الوقت ولا يقصد بها أول الوقت. وبهذا الكلام يتبين لنا أن قول الجمهور وهو قول عامة الصحابة والفقهاء قاطبة إلا القليل على أنه يشرع وسنة الإبراد سنة قائمة. هذا الخلاف الأول. طيب الآن سوف نغوص مع قول الجمهور الذين قالوا بأن الإبراد مشروع، ونبدأ بشرح الحديث لفظة لفظة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، جاءت الرواية هنا بعن وهي الأدق، وهي كذلك في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لكن جاءت رواية من طريق الإمام مالك في رواية سويد أنه بالصلاة، وهي كذلك رواية الكشمهيني في رواية البخاري وهي رواية عند مسلم. فتخلص من هنا في أبردوا بالصلاة عندنا روايتان، فأبردوا بالصلاة فأبردوا عن الصلاة. طيب إذا قلنا أبردوا بالصلاة ما معنى أبردوا؟ هذا أسلوب عربي تستعمله العرب في الزمان وفي المكان، فأبردوا يعني أدخلوا بالصلاة إلى وقت الإبراد، فهنا بمعنى الزمان، وقد تقع بمعنى المكان، فإن العرب تقول أنجد فلان بمعنى دخل نجدا، وتقول أتهم فلان بمعنى دخل تهامة، هذا في المكان. وفي الزمان تقول أمسى فلان وأضحى فلان بمعنى دخل في وقت المساء ودخل في وقت الضحى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة أو عن الصلاة يعني أدخلوا بهذه الصلاة في وقت الإبراد. طيب إذا جئنا إلى وقت الظهر، وقت الظهر أجمعت الأمة على أنه يبدأ إذا زالت الشمس. يقول ابن قدامة رحمة الله عليه لا نعلم خلافا بين الفقهاء على استحباب تعجيل الصلاة وهي صلاة الظهر في أول وقتها إلا في حالة الغيم أو في حالة شدة الحر. فالأصل في صلاة الظهر عند العلماء قاطبة أن تصلى في أول وقتها إلا في حالتين اثنين، في حالة الغيم وفي حالة شدة الحر التي هي معنا. طيب عندنا إذن في البداية الأصل في الوقت أنها يصلى في أول الوقت، طيب تؤخر لوجود المصلحة وهو إيش؟ شدة الحر. هذا القول الذي ننطلق منه على أن الأصل أن تصلى الصلاة في أول وقتها إلا لوجود العلة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، طيب قلنا معنى أبردوا يعني لأن في وقت الزوال يكون فيه شدة حر، فتؤخر الصلاة حتى ينكسر أو ينكسر وهج الشمس فتخف الحرارة ويخف حر الشمس، وذلك بأن يؤخر إيقاع الصلاة قليلا عن أول الوقت. طيب إذا قلنا برواية أبرد بالصلاة أو أبرد عن الصلاة ما معنى هذا الكلام في الحرفين الاثنين؟ قال طائفة من الفقهاء لا فرق بين عن وباء،
فإن عن تأتي بمعنى باء، وباء تأتي بمعنى عن، لأن حروف الجر وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وقد جاء هذا في القرآن، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى، بمعنى ما ينطق بالهوى، وما ينبئك مثل خبير، يعني عن خبير، فنابت الباء عن عن وعن عن الباء، فتكون هنا عن وباء نفس المعنى. وقال طائفة من الفقهاء: هنا كلاهما حرفان زائدان، وهو أنك تقول أبردوا الصلاة، أبردوا الصلاة، مثل ما قلنا أتهم الرجل أو أمسى الرجل، بمعنى دخل في هذا الوقت. وقال بعضهم إن زيادة الباء وعن هنا من ناحية اللغوية فيه نوع ركاكة ولا يستقيم الأسلوب إلا إذا أضمرت شيئا، فإذا أبردوا تقتضي أنك تحولها إلى أخروا، وإذا قلت أخروا الصلاة لا يستقيم إلا إذا أضمرت وتضمر إيش شيئا مقدر، فتقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا عن الصلاة، بمعنى أخروا أنفسكم عن الصلاة، لأن ذات الصلاة لا تؤخر، وإنما إيقاعك أنت بنفسك لها يقع في تأخيرها عن أول الوقت، وهذا من المباحث اللغوية. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. إذا اشتد الحر ماذا نفهم منه؟ نفهم منه أنه إذا لم يشتد الحر لا يشرع أو لا يسن الإبراد، هذا واضح. طيب، فمن باب أولى إذا لم يكن هناك حر، كإذا كان هناك إيش؟ إذا كان هناك برد، ففي كلا الحالتين يكون الأفضل إيش هو؟ صلاة الظهر في أول وقتها ولا تؤخر إلى في الإبراد. فإذا نص الإبراد من النبي صلى الله عليه وسلم يشترط له شدة الحر. لما قال الفقهاء أو مجموعهم بأن يسن ويشرع الإبراد بالصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة. هنا أبردوا جاءت بصيغة إيش؟ جاءت بصيغة الأمر، فاختلفوا في هذه الصيغة على ثلاثة أقوال: هل هذه الصيغة تحمل على الأمر لأن الأمر يقتضي الوجوب فيكون هنا الأمر للوجوب، وهذا قال به بعض الفقهاء، وقال جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الأمر هنا الأمر أمر استحباب، وقال طائفة من الفقهاء على أن الأمر هنا أمر إباحة. فتلخص من هذا عندما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا، الأمر هنا أو الكلام الذي توجه إلينا يحمل على ثلاثة أقوال نبينها الآن. قال قوم: يبقى الأمر على ظاهره، الأمر يقصد الوجوب، فنقول إن الإبراد واجب في شدة الحر، وقال به طائفة من الفقهاء، وذهب جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فأبردوا أن الأمر هنا أمر استحباب، وقال طائفة من الفقهاء أن الأمر أمر إباحة. إذا جئنا إلى هذه الثلاثة أقوال، القول الأول الذي يقول بالوجوب ما عندنا فيه إشكال، لأن من ناحية الأصولية الأمر يقصدي الوجوب فنبقى معه، فعندنا الإشكال على مذهب الجمهور الذين قالوا للاستحباب، وعلى الطائفة الذين قالوا هو للإباحة، كيف خرجوا هذا الأمر إلى الاستحباب وإلى الإباحة. طيب، نبدأ أولا بالذين قالوا إن الأمر أمر إباحة. الذين قالوا إن الأمر أمر إباحة قالوا: نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث التي ذكرناها قال كما في صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجر، وحديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلينا معه الظهر وضعنا ثيابنا ونسجد عليها من شدة الحر. قالوا: فالأصل أنها تصلى في أول وقتها، وهذا الذي كان عليه رسول الله، فلما جاءنا هذا الحديث وقال أبردوا فكان كأنهما متعارضان، فنقدم الأول الذي هو إيقاع الصلاة في أول وقتها من باب الأصل، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فأبردوا من باب الرخصة، فيكون الأفضل في الصلاة أن توقع في أول وقتها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا رخصة، من أخذ بها ونعمة، ومن لم يأخذ بقي على الأصل وهو أفضل، وهذا مسلك الذين حملوا الأمر هنا على إيش؟ على الاستحباب وعلى الإباحة، لأنه عارض الأحاديث الأخرى. طيب، إذا جئنا إلى مذهب الجمهور وقالوا بأن الأمر هنا للاستحباب، طيب ما هي
الدليل الذي حمل الجمهور على أن أخرجوا الأمر من كونه للوجوب إلى كونه للاستحباب؟ قالوا: إذا نظرنا إلى العلة، وهنا كلام أصولي، إذا نظرت إلى العلة تجد لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرد؟ لوجود المشقة على الناس. طيب، فإذا قالك أبرد من باب أنك تنتفع أنت، من باب المنفعة للمصلي التي ترجع عليه، فإذا ألزمته بالإبراد يكون انقلب الأمر على ضده، فيعود الكلام على ضد التسهيل. الأصل في الحديث أنه جاء من باب الرخصة، ومن باب دفع المشقة، ومن باب المنفعة للمصلي. فإذا قلت له يجب عليك أن تؤخر، عاد الأمر على النقيض، فلهذا استقر الأمر أنه للاستحباب، وهذا أقوى، وعليه جماهير الفقهاء على أن الأمر هنا أمر استحباب وليس أمر للوجوب، وليس أمر على الإباحة. فإذا الآن نحن بدأنا نتدرج في هذا الحديث. أولا استبعدنا الذين قالوا بأن لا يشرع الإبراد، وقلنا الأصل أنه يشرع. ثم لما قلنا يشرع الإبراد هل للإباحة أو للاستحباب، جئنا إلى مسألة وقلنا الأمر فيها أنه إيش؟ أنه للاستحباب. فاستقرينا الآن على أن الأمر في الإبراد بالصلاة للاستحباب. جاء عندنا هنا خلاف بين الفقهاء الذين قالوا أن الأمر هنا للاستحباب، هل هو مطلق أو مقيد؟ ما معنى هذا الكلام؟ أعيد قراءة الحديث الثاني. مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. طيب، الآن قلنا بأن يشرع الإبراد بالصلاة والشروع من باب الاستحباب. اختلف الفقهاء هل هذا أمر عام أم ليس بعام. الذي عليه جمهور الفقهاء كذلك على أن الأمر بالإبراد أمر عام، تدخل فيه الجماعات، ويدخل فيه الأفراد، ويدخل فيه أصحاب المساجد. فإذا وجد الحر شرع وندب واستحب لجميع الناس أن يؤخروا الظهر من أول الوقت إلى آخر الوقت أو إلى وسطه، إلا الإمام الشافعي وكثير من المالكية، فقالوا: نحن ننظر، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. فقال الإمام الشافعي: أنا لا أقول بالإبراد إلا إذا وجدت شروط. الشرط الأول أن يكون في شدة الحر، والشرط الثاني أن يكون في البلاد الحارة، والشرط الثالث أن يكون في مساجد الجماعات، والشرط الرابع أن يكون في المسجد الذي ينتابه الناس من بعيد، والشرط الخامس أن يكون في مسجد الذي إذا جاءه الناس لم يوجد لهم ظل كي يستظلوا به. فإذا اشترط الشافعي حتى يحقق هذه السنة خمسة شروط سنعيدها، هي سهلة بس إذا الإنسان تصور المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. جمهور الفقهاء منهم السادة الأحناف والحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية رحمة الله على الجميع يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا عام، ونبقيه على عمومه، فنقول: متى وجد الحر شرع إيش؟ شرع الإبراد. الإمام الشافعي استعمل هنا مسألة أصولية. ما معناها؟ هذه المسألة هي أن يأتينا لفظ من الشرع فيستنبط من معاني الشرع علة يخصص بها النص. فقال الإمام الشافعي: الصلاة كانت في الحجاز عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الحديث، ولم يكن في المدينة إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يأتون، وتقدم معنا كان الناس يأتون من قباء لكي يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والبلد بلد حار. فقال الإمام الشافعي: أنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فأبرد عن الصلاة أحملها على الصفة التي وردت، فأقول:
يشرع الإبراد إذا كان هناك شدة حر، وهذا معلوم من الحديث. ثم إذا كان في البلاد الحارة كذلك أشترط أن يكون في مساجد الجماعات، فالرجل الذي في بيته والمرأة التي في بيتها والناس الذين هم في البيت لا يشرع لهم الإبراد، وإنما يصلون في أول الوقت. كذلك في المسجد الذي ينتابه الناس من بعيد، أما المسجد الذي هو مسجد الحي الذي هو قريب من الناس لا يشرع لهم فيه إيش؟ الإبراد. وزاد شرطا خامسا وهو ألا يكون للناس ظل يستظل بهم، فإذا وجد الظل بحيث أن كان الطريق مضلل أو مسقف فلا يشرع هناك إيش؟ الإبراد. واضح قول الإمام الشافعي؟ واضح قول الجمهور؟ طيب، أول من رد على الإمام الشافعي في هذه المسألة هو الإمام الترمذي رحمة الله عليه في سننه. فالإمام الترمذي قال: باب تعجيل بصلاة الظهر في شدة الحر، ثم ساق الحديث، ثم قال: وذهب جماهير أهل العلم إلى الأمر بالإبراد، وقال الإمام الشافعي: لا يبرد إلا في مساجد الجماعات، في المساجد التي ينتابها الناس من بعيد. ثم قال الإمام الترمذي: ولكن حديث أبي ذر، حديث أبي ذر هذا أخرجه البخاري ومسلم، حديث أبي ذر يرد على الإمام الشافعي. كيف يرد عليه؟ حديث أبو ذر الذي قدمناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فقام المؤذن، وجاءت في رواية أن المؤذن كان بلال، فأراد أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخر. ثم تأخر شوي فأراد أن يؤذن فقال له إيش؟ أخر. حتى الثالثة ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم. قال الإمام الترمذي: طيب الآن هذا الحديث وهم كانوا في إيش؟ كانوا في سفر. طيب إذا كانوا في سفر يكونوا كلهم مع بعض مجتمعين، ورغم ذلك سن لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإبراد، فإذا شرع وسن الإبراد في السفر دل على أن قول الشافعي واشتراطه للجماعات وإلى الإمام الذي ينتابه الناس ليس بالسديد في ذلك. واضح اتجاه مذهب الإمام الترمذي؟ هو إذا فهمنا كلام الترمذي طيب نسلم للترمذي أو لا نسلم له، ذلك شيء آخر، لكن المهم اتضحت وجهة الإمام الترمذي. طيب وجهة الإمام الشافعي واضحة؟ طيب وجهة الحديث طيب الآن عندنا وجهتان اثنان، وجهة الإمام الشافعي وهو استنباط المعنى، ووجهة الإمام الترمذي في أنه رد بحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبرد في السفر. جاء العلماء فلم يسلموا للترمذي نقده للإمام الشافعي، رغم أن الإمام الترمذي شافعي المذهب، الإمام الترمذي شافعي المذهب، ولكن ما منعه ذلك بأن يبين الشيء الذي هو ارتضاه لنفسه. والذي رد على الإمام الترمذي ومن أوائل من ردوا عليه هو الإمام الكرماني، والإمام الكرماني حنفي وهو شارح للبخاري، وقوى قول الإمام الشافعي. قال الإمام الكرماني ووافقه عليه الحافظ ابن حجر وكذلك الزين العراقي، والاثنان شافعيان والكرماني حنفي، ماذا قال؟ قال الشافعي لما اشترط هذه الشروط، إذا قلنا بأن في السفر وحالة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في السفر، إذا أمعنت النظر مثل ما قلت شيخ بأن تكون العلة في الإبراد في السفر أقوى منها في الحضر، لأن السفر كانوا في جيش، طيب الجيش عدده كبير، طيب هم جالسين في مكان، يعني ممكن في كل واحد منهم يستظل تحت شجرة أو تحت حجر، يعني لا يوجد هناك ظل. العلة التي نبه عليها الإمام الشافعي موجودة كذلك في السفر. قال الإمام الحافظ: وهذا دليل على أنهم في السفر لم تكن لهم خيمة كبيرة، بل كل واحد كانوا متفرقين في الشعاب، فلهذا الشروع للإبراد لأنهم كونهم متفرقين في الشعاب. طيب إذا ناديناهم إلى الصلاة إذن أخرجناهم في الحر، وهي العلة التي نبه عليها الإمام الشافعي، هي أنه لا يخرجون بسبب وجود الحر. واضح كيف رد هؤلاء؟ فإذا لا يستقيم الرد يعني من ناحية الأصولية على الإمام الشافعي بالحديث الذي قاله الإمام الترمذي. طيب الآن إذن عندنا مسلك الجمهور الذين قالوا يشرع الإبراد مطلقا، وعندنا مسلك مين؟ الإمام الشافعي. طيب الجمهور وإن كان الترمذي رد على الإمام الشافعي من ناحية الحديثية لأنه جاء بحديث يبين ذلك، إلا أننا إذا أردنا أننا
نتكلم على المسلك الذي سلكه الإمام الشافعي هو أننا لا نسلم للإمام الشافعي في العلة التي علل بها، ومن هنا يدخل على فهم المعنى. الإمام الشافعي جاء إلى الحديث وإلى نص، وهذه مسألة أصولية وهي أصح الأقوال عند علماء الأصول، أنه يصح أن يستثنى من النص العامي لوجود العلة. لوجود إيش العلة؟ أنا أضرب مثال بسيط. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب حرث أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قراط. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم اقتناء الكلاب إلا كلبين، كلب حرث وكلب ماشية، في رواية مسلم كلب صيد، الاثنين فقط. طيب إذا جئنا إلى الآن كلب الحراسة في البيوت، هل يستثنى أم لا يستثنى؟ فنذهب مسلك الإمام الشافعي في هذا الحديث مثلا، كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إلا كلب حرث وكلب ماشية، لماذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الكلبين؟ هل لهما لكونهما كلبين أم لوجود المنفعة فيهم؟ لوجود المنفعة. فإذا أنت عللت، فإذا عللت فتقول أنا أستثني كل كلب توجد فيه المنفعة ككلب الحراسة، رغم أن كلب الحراسة داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا دخل جميع الكلاب، ثم استثنى كلبين اثنين. طيب جاءنا كلب هو داخل في هذا العموم، لكن وجدت فيه العلة مثل العلة في الكلبين الذين استثنوا، فهل نعد العلة ونخرجه من العموم؟ هو هذا المسلك نفس المسلك الذي سلكه الإمام الشافعي، وهو مسلك أصولي صحيح. فالجمهور قالوا للإمام الشافعي نحن لا نسلم بالعلة التي ذكرها الإمام الشافعي. الإمام الشافعي هنا ما هي العلة التي علل؟ علل الإمام الشافعي في شروع الإبراد بوجود المشقة على الناس، لهذا قال إذا وجد ظل إذن ما في مشقة، إذن الأفضل أنك إيش تصلي في أول الوقت. طيب إذا كنت في داخل مفردا أو في البيت لا يشرع لك الإبراد، لماذا؟ لأنها لا مشقة عليك في أنك تصلي. فإذا علل الإمام الشافعي الإبراد بوجود المشقة، فإذا وجدت المشقة على الناس وجد إيش؟ وجد الإبراد. فنحن نأتي الآن ونتكلم على العلة التي قالها الإمام الشافعي، هل هي المشقة أم لا؟ أعد قراءة الحديث. مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فإن شدة الحر من فيح جهنم. هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة، قال إذا اشتد الحر. اختلف الفقهاء هنا في التعليل، فالشافعي قال إن العلة هي وجود المشقة على الناس، لكن الجمهور قالوا العلة هنا ليست المشقة، العلة هنا علة وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أذن لجهنم أن تتنفس في هذا الوقت، فهو وقت عذاب ووقت غضب من رب العالمين، فلا يناسب بأنك توقع الصلاة التي هي رحمة في ذلك الوقت. فإذا العلة عند الجمهور هي ليست العلة المشقة، وإنما هي العلة إيش؟ العلة أن الوقت ليس وقت إيش؟ وقت صلاة. وهنا تفترق الآن العلة. فإذا الآن عندنا إيش؟ عندنا علتان، العلة المشقة التي قالها الإمام الشافعي، والعلة التي قالها الجمهور التي هي إيش؟ علة أن الوقت ليس وقت عبادة. وقال الجمهور هناك علة ثالثة، وهي العلة التي قلناها. أنس رحمه الله رضي الله عنه ماذا قال؟ قال لما كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نسجد إيش؟ على ثيابنا، وقال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء. فإذا المشقة التي انتابت الصحابة هي ليست مشقة الذهاب التي نص عليها الإمام الشافعي، وإنما هي مشقة وجود حرها عندما يسجدون، لأن كانوا إذا سجدوا، حتى الحديث في البخاري ومسلم يقول أنس رضي الله عنه فكنا إذا أردنا أن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذت كفا من تراب، يعني هيك حتى أبرده ثم أضعه حتى أسجد عليه. فالصحابة نصوا على أن العلة التي دعتهم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اشرع لنا في الإبراد هي وجود المشقة في إيقاع الصلاة، لا في الذهاب إلى المسجد.
واضح الآن؟ فإذا وجدت عندنا ثلاثة علل: العلة المشقة التي قالها الإمام الشافعي، والعلة التي قالها الجمهور وهي أن الوقت ليس وقت مناسب للصلاة، أو العلة التي هي علة عدم إيقاع الصلاة بخشوع لوجود الحر في ذلك. فإذا تعددت العلة لم يسلم للإمام الشافعي بأن الإبراد يسن للجماعات فقط، فلهذا يبقى القول الجمهور بأن سنة الإبراد سنة مشروعة لعموم الناس، وهذا الذي اختاره جمع كبير من العلماء حتى من الشافعية، وقد اختاره الإمام ابن المنذر والحافظ وغيرهم، على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا، الإبراد عام شامل لجميع الناس، لأن الوقت ليس وقت صلاة. طيب، هذه المسألة التي تكلمنا عليها في ضمن قول الجمهور. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة، هنا قال عن الصلاة بالألف واللام، والمعلوم في اللغة أن الألف واللام للاستغراق، تشمل جميع الصلوات. طيب، فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الصلاة عام في جميع الصلوات مثل ما هو عام في جميع الأشخاص؟ وقع الخلاف في ذلك، الذي عليه جمهور الفقهاء على أن هذا الحديث خاص بصلاة الظهر، وقالوا الذي خصص ذلك والذي قيد ذلك هو رواية أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري، فقد أخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث من رواية أبي سعيد، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالظهر، فقالوا هذا مطلق، ورواية أبي سعيد بالظهر مقيدة، فيحمل المقيد على المطلق، ونقول أن هنا لا يراد العموم بل يراد بها إيش؟ الظهر. هذا من ناحية الحديثية. من ناحية المعنى كذلك، شدة الحر متى تكون؟ تكون في الظهر، فناسب أن يختص بها إيش؟ الظهر. وهذا القول الأول أنه خاص بالظهر، وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء. ذهب الإمام أشهب من أصحاب الإمام مالك وقال يلحق بالظهر العصر، وقال لأن شدة الحر توجد في الظهر وتوجد في إيش؟ في العصر، فيشرع الإبراد كذلك بصلاة العصر. وذهب الإمام أحمد في رواية أن صلاة العشاء تؤخر في الصيف وتعجل في الشتاء لهذا الحديث، وحملها الإمام أحمد على إيش؟ على صلاة العشاء. وخالفه ابن حبيب كذلك من أصحاب مالك وقال بالعكس، العشاء تؤخر في الشتاء لطول اليوم و تقدم في الصيف لقصر اليوم. إذن عندنا كم من قول؟ قول الجمهور أنه خاص بالظهر، وقول الإمام أشهب أنه الظهر والعصر، وزاد الإمام أحمد العشاء، وزاد ابن حبيب إيش؟ العشاء، لكن عكس في التقديم والتأخير في إذا نظرنا إلى هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم دليل على أن المراد بها صلاة الظهر ولا يدخل فيها غيرها. لهذا نقل غير واحد من العلماء على أن صلاة الصبح وصلاة المغرب لا يدخلهم ذلك، لأن المغرب وقتها ضيق فلا تعجل ولا تؤخر، ولأن الصبح وإن كان الصبح ممكن أن يستشف، إذا نظرت في الحديث أنه يشرع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فنأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في إيش؟ في الصيف. إذا وجد الصيف أخرنا، طيب إذا وجد البرد أبطأنا، طيب الصبح إذا عكست بالصبح، فإذا أخرت بها حتى يزول البرد فتوقعها بعد طلوع الشمس، لأن البرد في الشتاء متى يزول؟ بعد طلوع الشمس. فإذا نصيت على العلة هنا في صلاة الصبح تكون أخرجت وقت الصبح عن وقتها، فلهذا لم يقل أحد من العلماء أنه يشرع الإبراد في الصبح وفي صلاة المغرب. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. طيب، هنا اختلف العلماء في هذا اللفظ، لأن انتهينا تقريبا من المسائل الفقهية، نأتي إلى المسائل اللغوية. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر هذا الذي نراه من فيح جهنم، هل هو حقيقة من فيح جهنم؟ وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم على أن الحر هذا حر حقيقي من جهنم عياذا بالله. وذهب طائفة من الفقهاء إلى أن هنا ليس الأمر على حقيقته بل هو على مجازه،
فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم يعني كأنه جهنم. فإذا تحمل الأمر على الحقيقة، اللفظ على الحقيقة أو على المجاز. وقال القاضي عياض في شرحه على مسلم وكلا القولين له وجهة من النظر، إلا أن حمله على الحقيقة أقوى لأنه لا يمنع في ذلك. هذا الأمر الأول. بقي لنا المسألة التي هي فأذن لها بنفسين، نقرأ الحديث ثم نعلق عليه. نعم. مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين. طيب. نفس إن النار اشتكت إلى ربها، والرواية الأخرى وقالت قد أكل بعضي بعضا عيادا بالله فأذن لها بنفسين. طيب هذه الشكوى هل هي شكوى بلسان الحال أم بلسان المقال؟ إذا قلت بلسان المقال فإذن هي شكوى حقيقية، وإذا كنت قلت بلسان الحال فإنها شكوى مجازية. الذي عليه جمهور الفقهاء على أنها شكوى حقيقية، وأن الله أنطقها كما أنطق كل شيء، وهذا أسلوب كثير في القرآن، فالله سبحانه وتعالى سوف ينطق على الناس يوم القيامة أعضاءهم وتشهد عليهم بما كانوا يصنعون. فالذي ينطق العضو قادر على أنه ينطق إيش؟ نار جهنم. وقد سبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شكى الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا غضاضة أن يقع الكلام من الجمادات إذا أراد الله ذلك وأوجد فيها هذا المعنى. وذهب بعض العلماء واختاره الإمام البيضاوي على أن الشكوى هنا شكوى بلسان الحال، يعني كأن حالها تقول ذلك وليست من باب الحقيقة وأنها تكلمت بذلك. قال الإمام ابن عبد البر وكلا القولين له وجهة من النظر، إلا أنه لا مانع من أن يحمل اللفظ على الحقيقة لأنه لا يوجد هناك صارف. واختار هذا القول القاضي عياض والإمام النووي في شرحه على مسلم والحافظ ابن حجر والزين العراقي وغيره، كلهم اختاروا بأن الشكوى هنا شكوى حقيقية من النار عيادا بالله لرب العالمين. قال إن النار شكت إلى ربها وقالت يا رب قد أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. يقول أبو بكر بن العربي هذا دليل على أن النار مطبق عليها من جميع الجهات، لهذا أكل بعضها بعضا لشدة احتراقها، فأذن الله لها بنفسين كي يخوف العباد، لأن الدنيا لم يرضها الله سبحانه وتعالى بأن يعاقب عليها كافر، فإنها هي أحقر من أن تكون عقابا للكافر، كما أنها هي أحقر بأن تكون جزاء لمؤمن. فإذا كانت بهذا الشيء وكل الله سبحانه وتعالى عذاب من خالف أمره إلى يوم القيامة. وإذا كانت النار التي في الدنيا لا نقدر عليها، بل والله لا نقدر على قرصة نملة، فهل نقدر على نار الدنيا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن نار الآخرة تزيد على نار الدنيا 70 جزءا، ووالله لو كانت نصف النار التي في الدنيا لكفت، ولكن ما رضي الله ذلك بل ضاعفها إلى 70 جزءا، وقد أطبق عليها فأكل بعضها بعضا. نسأل الله السلامة والعفو العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيناها وأن يجنبنا إياها وأن يدخلنا الجنة برحمته وعفوه. طيب لما قالت إن النار، إنما قال إن النار قد شكت إلى رب العالمين فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهذا دليل على أن النار موجودة وأنها مخلوقة، وهذا قول أهل السنة والجماعة على أن النار والجنة مخلوقتان وموجودتان، وأنهما لا يبيدا أبدا، بل هما باقيتان لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل وقال إنني لم أرى ميكائيل ضحك قط،
النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يلتقي بالملائكة قال لجبريل: أنا ما رأيت ميكائيل ضحك قط. فقال له جبريل: إن ميكائيل ما ضحك منذ أن خلقت النار، هيبة وخشية منها، ما ضحك هذا الملك المقرب منذ أن خلقت النار، فكيف بابن آدم الذي قد أعدت النار له إن خالف أمر الله سبحانه وتعالى. فالنار موجودة وهي مخلوقة وباقية إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى في ذلك. قال: فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فإن أشد ما يكون في الصيف من نار جهنم، وأشد ما يوجد من البرد من نار جهنم. فإذا النار فيها برد وفيها إيش؟ وفيها حر، وهذا معلوم حتى في وقتنا هذا، على أن البرد يحرق مثل ما تحرق النار، فلهذا كان من أنواع العذاب. الرواية الثالثة: مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. طيب، قلنا فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. بقيت معنا مسألة وهي الجمعة. الجمعة محلها محل إيش؟ محل الظهر، فهل يشرع فيها هذا الإبراد أم لا يشرع؟ اختلف الفقهاء في ذلك. جمهور الفقهاء يقولون لا يشرع الإبراد في الجمعة، وذهب طائفة من الشافعية وقول عند المالكية على أنه يشرع في الجمعة الإبراد، لأن الجمعة وقتها وقت الظهر والمشقة موجودة فيشرع فيها الإبراد، وجمهور الفقهاء يقولون بأنه لا يشرع فيها الإبراد. طيب، إذا سألناكم ما هو الدليل الذي يستدل به الجمهور على أن الجمعة لا يشرع فيها الإبراد؟ فتح الله عليك، أنت حضرت معنا كتاب الجمعة؟ ما حضرت، الله يفتح عليك، طلعت عليه، الله يفتح عليك. لأنه تقدم معنا أن الإمام مالك قبل هذا الباب سوى كتاب سماه باب وقت الجمعة، ثم ساق حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، وكانت تقتضي الاستمرار، فإذا كان دائما يوقعها في إيش؟ في أول الوقت. هذا من ناحية، من ناحية المعنى نجد أن الجمعة شرع فيها البكور إلى إيش؟ البكور إلى المسجد. فإذا إذا الناس جرحوا مبكرين ثم شرعت لهم التأخير والإبراد لحق الناس المشقة، بل الأصل أن في الجمعة لابد أن يعجل حتى يرجع الناس إلى بيوتهم كي لا تنتابهم هذه المشقة. نختب بمسألة هي: إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، الجمهور قالوا لأن الوقت هنا وقت عذاب، ووقت قد أذن الله فيه لجهنم بأن تتنفس، فاللائق والأولى ألا توقع فيه إيش؟ صلاة، لأن الصلاة هي عبارة عن قرب، ورب العالمين في هذا الوقت قد ما شرع الرحمة، بل شرع هناك العذاب. لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عنبسة أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا زالت الشمس فأقصر عن الصلاة، فإنها ساعة تسجر فيها نار جهنم. فإذا ذاك الوقت لابد أن يقصر فيه عن الصلاة، لأنه وقت إيش؟ وقت عذاب. طيب، هذا الكلام يقع عليه إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال على أن الوقت وقت عذاب والصلاة رحمة، فالأصل أنه يصلى في ذلك الوقت لأن الرحمة تدفع العذاب. يعني العقل هكذا يقول بأن الوقت وقت عذاب والصلاة رحمة وتقرب إلى الله، بسببها نبعد هذا العذاب. لكن جاءنا في الشرع العكس، قال إذا كان ذاك الوقت لا يشرع الصلاة. طيب، ما هو الجواب؟ نعم. طيب، هذا يعني هذا يدعم القول الذي نقوله على أن الأصل أنه عذاب، فإذا الأصل أنه يشرع فيها الصلاة. نعم. إذن هذا الاعتراض الذي نعترضه على المعنى. يقول العلماء في وقت هذا الوقت الذي لم يشرع فيه الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا، لأن الصلاة إيقاعها عبارة عن شفاعة، والأصل على أنه لا يتقرب ولا يشفع إلا لمن أذن له، حتى الملائكة مثلا ويوم القيامة لا يشفعون إلا لمن
أذن له. ومثال هذا قالوا مثاله يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة. جاء في الصحيحين أن الخلق كلهم يأتون الأنبياء فيقولون لهم اشفعوا لنا عند رب العالمين، فماذا يكون جواب الأنبياء؟ إن الله قد غضب غضبا ما غضبه قبل ولن يغضبه بعد فلا أتكلم. وهكذا حتى يأتون إلى مين؟ إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فيذهب ويقول أنا لها ويشفع. فإذن لا يؤذن الشفاعة إلا لمن أذن، فكذلك الأصل في العذاب أنه لا يتقرب إلا لمن أذن، ولم يؤذن لنا في الصلاة في هذا الوقت، وبذلك يتبين المعنى في ذلك. ونكون بذلك قد ختمنا هذا الباب، وفي هذا القدر كفاية. صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد.